السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك في كل أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصص وعبرة. النهاردة قصتي لكل واحد كان بينكر عذاب القبر، قصتي لكل واحد بينكر إن في حياة بعد الموت، قصتي لكل واحد كان بينكر جنة ونار وحساب، قصتي لكل واحد بينكر إن في حاجة اسمها ربنا. النهاردة هتكلم عن واحد مات لمدة 3 دقايق. أيوة، مات لمدة 3 دقايق، وتعالوا نشوف لما المذيع سأله كان بيقول له إيه. أول مرة حسيت حالك إنك متت ل3 دقايق؟ هذه مش حسيت حالي. يعني أول شيء بدي لك الحمد لله على السلامة، على زراعة الرئة اللي عملتها والقلب و يا بي هذه صعبة. شو صار؟ شوف، انا راح احكي لك جزء بيزعجك الموضوع لما بيزعجني. مش بيزعجني، لا، الموضوع غريب. انا لما عملت العمليه، قبل ما تسوي عمليه زراعه الرئه، بيعملوا لك فحص لكل شيء في جسمك. نعم. مش لازم تدخل غرفه العمليات وعندك شيء في سنك، لهالدرجه دقيقه العمليه. فسووا لي قسطره من هون ومن هون ومن هون ومن هون، 4، وفصلوا عشان يشوفوا التحمل، القلب بتحمل ولا بتحمل. هو بتحمل. في الساعة الثالثة و5 دقائق من العملية راح القلب، وقف. فجابوا فريق عمل لي قلب مفتوح، فقالوا لي انه كانت المدة الزمنية اللي غبت فيها، المتت فيها، 3 دقائق و20 ثانية. ففي عندهم قسم في المستشفى اسمه الكوما. فأجوا يسألوني ثاني يوم شو شفت، وارجوك، احنا في ناس بتروح صحيح شهر، في ناس بتروح 5 دقائق، في ناس 10 دقائق. انا عامل حلقات عن هالموضوع. بدنا تجربتك. قلت لهم بديش احكي لكم. قالوا لي ليش؟ قالوا لي ليش؟ يعني احنا ما نحكيش مع انسان عادي، انت بروفيسور وكذا وهذا ريسيرش. قلت لهم لاني بروفيسور وكذا بديش انا الاقي اسمي مكتوب يوم من الايام اني حاكي شغلات الناس تفكرني بهلوس. بس بدي اقول لك شغله يا توني. شو شفت؟ بقدر اقول لك الاتي. انا انسان عادي زي ما قلت لك في البدايه، جزء كان عندي فكر مرات فيه ولا ما فيش بعد الموت، شغله زي هيك. بدي اقول لك في بعد الموت. يعني لكل انسان بسمعني في بعد الموت. بقدرش احكي لك كل شيء شفته. لا، مش كل اللي شفته. بقول لك ليه؟ لاني انا من خلال الحلقات اللي انا عملتها بروفيسور، كنت اوصل على هيدي النقطه لعدد من الاشخاص يقولوا لنا، يقولوا اني في شيء ما بقدر اقوله. ليه؟ قالوا لي ما اقول هيك، اثر معي. طيب مين اللي قال لك؟ بقدر احكي لك، بس بقدر احكي لك شو شفت. اسمع، هذه شغلات فيش فيها لعب. يعني انا لما بقول لك في اشي بعد الموت وانا ببتسم، تعرف يعني، وانا داخل غرفه العمليات اطلعت على وجه نعمه معلي، عينيها طالعين برا، الفعل طالعين برا. يعني ما حدا كان متأمل اني اطلع من غرفة العمليات. فلما نظفوني للعملية النيرسز، قلت لواحدة منهم، نديلي زوجتي اسمها نعمة، نديلي، هم بسوا فيي. قلت لها نعمة، شوفي احنا صرنا متجوزين 30 سنة وما حدا بيعرفني زيك، يعني بتعرفي كل خصالي، طيبتي، كذا، شو ما كان بتعرفيها. فلذلك واحد زي قابل وجه ربه اليوم لازم يكون سعيد. بس هيك عندي شعور للأسف راح أرجع أدفنك. فلما شفتها ضحكت، قلت لهم جروا على العملية. لما رحت ال3 دقائق وال20 ثانية، ما بدي أقول لك إني خرجت من جسمي، لأنه ما في جسم. أنا يعني أنا صائب، بس في جسم. يعني ماشي بسرعة الريح، بس مش في سماء، مش في إيه، في اشي بعرفش، يعني اشي هيك مفتوح، فراغ هائل جدا، ومعه وتمشي فيه بسرعة. يعني مش انت جسم، فيش جسم، فيش، بس انت في مناظر ولا اي منظر، يعني طبيعة، خضار ولا خضار ولا صفار ولا شيء، ولا اشي بنوصف. بس انما ماشي، مش تنل، فيش تنل نفق. بس ممكن يكون تنل، ممكن يكون تنل، انا مش شايف ابعاده، ممكن تكون في شيء. بس بعد شوية اللي بقدر احكي لك اياه، شفت وجوه معينة لناس بعرفش اسميها، كنت انا مساعدها واشروا علي،
وفجأة لفيت إيش لفني. في حدا قال لك ارجع؟ بديش أحكي بدر. بس هيدي جملة أرجوك أنا اللي بقدر أحكيه حكي. يعني أنا بس عم بسأل نقاط معينة لأنه مرقت معي قبل إنه كله بيقول لي وصلنا لمرحلة بيقولوا لنا ارجعوا. هلا أنت بعد ما صار وقتك رجع. ما حدا شوف أنا اللي بقدر أحكي لك هي حكيت لك. شفت جسمك؟ لا. شفت طلعت من جسمك إنه صار جسمك تحتك؟ لما لقيت لما صحيت يعني لما كنت برا في المكان اللي بعرف شو هو ما كان في معي جسم. أنت ما كان معك جسم بس ماشي. لما قبل بس أنا بعرف حالي يعني أنا عمالي بوصوف بمين كنت عم تفكر بهاللحظة؟ ولا بفكر في شيء فكرت شيء بس هم بعائلتك بولادك بزوجتك ولا خلص صرت غير مطلع لا, لا 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 الإشي اللي شايفه أنت لا بخليك تفكر في أم ولا أب ولا عم ولا وظيفة ولا دولة ولا رئيس ولا ملك ولا أنت بتفكر بشغلة واحدة وين أنا رايح وين أنا ها الناس اللي كانت بتفكر تقول لك مفيش عذاب قبر ومفيش جنه ومفيش نار ومفيش وجود اله ومفيش 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 سمعت هو بيقول ايه؟ بيقول ان لما مت 3 دقايق انا حسيت ان روحي غرقت من جسمي وقالها بنفس اللفظ وانتوا سمعتوها في بعد الموت. هو نفسه بروفيسور كبير عارف ان في بعد الموت كان بيقول في ولا مفيش بس بعد اللي حصل له ده وقلبه توقف 3 دقايق عن الحياة عرف ان في حياة بعد الموت. ده نداء لكل واحد عمال يقولك ده هي خلاص موتة والسلام مفيش حاجة اسمها عذاب قبر مفيش جنة ولا نار مفيش حساب ملكين كل الكلام ده كله خرافات. اتأكدت دلوقتي المذيع كان بيلح عليه يقوله طب ايه اللي شفته؟ كل اللي كان بيقوله له زي ما سمعته بالظبط بيقوله ان انا كنت شايف ناس ما عرفهاش بديها حاجات. قال له انت حسيت ان انت في الدنيا؟ قال له لا انا حسيت ان انا في عالم تاني خالص يعني في بعد الموت. دي رسالة واضحة لكل واحد مستشرق او علماني او ليبرالي او بتنجاني اللي كل شوية بس مش وراه غير الكلام في الدين والتشكيك في الدين. اديكم سمعتوا بروفيسير مات 3 دقايق وحصل له اللي احنا سمعناه ده. حتى المذيع عايز يعرف منه اي حاجة قال له ما اقدرش اقول يا عالم هو شافي تاني بس كل اللي عايز اوصله لكم ان في حياة بعد الموت. رسالتي قبل ما اختم عرفت ان هو واحد بروفيسير عالم كبير عايش حياته بالطول والعرض عرف ان في بعد الموت. احنا بقى عملنا ايه بعد الموت؟ انت هتستفادي من القصة ديت او من الحدث ده عشان تعرف تستعد للموت. هتعمل ايه لما تخش قبرك لوحدك وهديك اتشقنت وانت عندك يقين اصلا ان اصلا كده كده عارف ان في عذاب قبر ونعيب قبر وجنة ونار وسؤال ملكين. انت عندك يقين بده لاننا احنا مسلمين. الكلام بقى ده لغير المسلم او للمستشرق والعلماني والليبرالي اللي بينكر الكلام ده. لما عرفت الحقيقة هتعمل ايه؟ لما تخش قبرك هتعمل ايه؟ هتقول لا اصل انا كنت معرفش اصل انا مش عارف ايه؟ اهو جالك الدليل قاطع من واحد شاف الموت بعينيه وحكاه لنا. يا ريت نستوعب من القصه دي وننشرها عشان نعرف كل الملاحده وكل العلمانيين ان في بعد الموت. اشوفكم على خير ان شاء الله في قصه جديده من برنامجكم قصص وعبره وهديتي ليكم ان شاء الله رب العالمين. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هتبقى ليكم ان شاء الله في الميزان ودي اجمل هديه قدمها لكم قبل ما اختم. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى مشاركه الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناه اعرف دينك.